كل عدد من المحطات العربية والدولية أيضا. نروح للانتخابات الأمريكية. رغم أن لسه عام على انتهاء فترة الرئيس أوباما، لكن علينا أن احنا نهتم بسباق الرئاسة الأمريكي الذي بدأ مبكرا. التنافس على ما يبدو حتى الآن ما بين هيلاري كلينتون ممثلة للحزب الديمقراطي وجيب بوش اللي هو نجل الرئيس بوش وشقيق الرئيس الأسبق جورج بوش الابن لتمثيل الجمهوريين، ويبدو الصراع قويا. أوباما طبعا أعلن عن دعمه لهيلاري كلينتون وقال إن هي ستصبح رئيسة ممتازة، هكذا استخدم التعبير، لكن الصراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين يشتد في الولايات المتحدة الأمريكية. هل نحن في المنطقة العربية وفي مصر من مصلحتنا أن يأتي الجمهوريين أم يأتي الديمقراطيين؟ حقيقة السنوات الماضية كانت بتقول أن كان عندنا مشكلة كبيرة جدا في التعامل مع أوباما، وبالتالي أي نوع من التغيير في المشهد سواء جاء رئيس ينتمي إلى هذا الحزب الديمقراطي أو إلى الحزب الجمهوري وعودته إلى مقعد الرئاسة مرة أخرى ستشهد نوع من التكهنات حول طبيعة العلاقات المصرية الأمريكية. بالرغم من أن عاماً لا يزال متبقياً في فترة ولاية الرئيس الأمريكي الحالي باراك أوباما، إلا أن ملامح الانتخابات الرئاسية الأمريكية بدأت تتبلور، حيث أعلنت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية. معركة الانتخابات الرئاسية في أمريكا ينتظر أن تدور بين الحزب الديمقراطي ونظيره الجمهوري، لعل من أبرز مرشح الحزب الجمهوري جيب بوش ومحافظ ولاية نيوجيرسي كريس كريستي وسيناتور ولاية فلوريدا ماركو روبيو وسيناتور ولاية كنتاكي راند بول. أما عن الحزب الديمقراطي فمن المتوقع أن يتنافس على تمثيله كل من وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون ونائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والسيناتور تيد كروز، فيما أعلن المرشح السابق ميت رومني امتناعه عن خوض الجولة القادمة من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في نوفمبر 2016. بحسب التقارير فإن حصول الحزب الجمهوري على 247 مقعداً مقابل 185 مقعداً الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس قد يؤثر على فوز المرشحين الديمقراطيين في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة وأن 6 من بين 10 أمريكيين يرغبون في تغيير معظم سياسات أوباما وفقاً لاستطلاعات الرأي. تبعاً لتوجهات الحزب الديمقراطي الأمريكي، فإنه من المتوقع في حال فوز أحد الديمقراطيين بالرئاسة استمرار سياسة دعم جهود السلام مع إسرائيل، واستخدام الحرب الناعمة المتمثلة في فرض العقوبات والحصار الاقتصادي في تعاملها مع الأزمات، كما ينتظر تقارب أمريكي مع النظام الإيراني. أما في حال فوز أحد الجمهوريين فيرى أنه من المتوقع تفضيل خيار الحرب والتدخل العسكري فيما يتعلق بمحاربة التطرف وقضايا الإرهاب الدولي خوفا من انتقاله إلى الأراضي الأمريكية. كذلك من المتوقع أن يكون هناك تشددا في الموقف من إيران وبرنامجها النووي. 18 شهراً تفصل العالم عن معرفة هوية الرئيس الأمريكي القادم الذي ينتظر أن يطبق استراتيجيات وسياسات من شأنها التأثير على النظام العالمي بأكمله وليست أمريكا وحدها. داليا علي، كلام تاني. شكرا لزميلة العزيزة داليا علي اللي مسكناها هذا الأسبوع الملف الخارجي في محطاته العربية والدولية. كنا مهتمين نقدم لحضراتكم صورة عما يحدث في العالم ربما يكون فيها كلام تاني.